مستشفى 57 357 هتقفل، والأطفال مش هتلاقي مكان تتعالج فيه، وكل الأهالي بتستغيث علشان يعرفوا يلاقوا سرير واحد علشان يعالجوا عيالهم. صرح عظيم احتضن آلاف الأطفال المرضى وأسرهم، أصبح تحت تهديد الإفلاس والغلق، والسبب نقص التبرعات والتمويل. بكل أسف خلال الساعات الماضية تداول عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا أخبار بغلق مستشفى 57-357، وطبعاً الخبر ده كان زي الصاعقة على كل بيت مصري عنده طفل مصاب بالسرطان وعلى أسر كتير جداً. مستشفى 57-357 بالنسبة ليهم الأمل الوحيد في شفاء أولادهم، مع العلم إن دي مش مجرد أخبار ملهاش أساس من الصحة، لا، في مصادر مطلعة من داخل المستشفى أكدت وجود أزمة مالية كبيرة تكمن في نقص التبرعات والتمويل خلال الفترة الأخيرة، وإن نسبة التبرعات انخفضت خلال آخر 6 شهور بنسبة تراوحت بين من 80% إلى 88%، وده مقارنة بنفس المدة في الأعوام السابقة، وطبعاً مع قلة التبرعات وارتفاع نفقات العلاج والخدمات بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية، المستشفى أصبحت في وضع صعب جداً، وده اللي خلى المسؤولين عنها ياخدوا قرار بفك آخر وديعة تملكها المستشفى من أجل الصرف على علاج 18,000 طفل مصاب بالسرطان، والمبلغ ده هيكفي لمدة عام واحد بس في حال استمرار التبرعات بنفس الوتيرة الحالية. مش بس كده، المستشفى اتخذت قرار باقتصار متابعة الأطفال المتعافين من السرطان حتى سن 22 عام بدل من 25 عام كالمعتاد. وبالمناسبة الأزمة اللي بتواجهها المستشفى بتعتبر امتداد لأزمة إغلاق فرع المستشفى بطنطا خلال الشهور الماضية، واللي سبق وأعلنت مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57-357 وضع آلية تسليم فرع المستشفى بطنطا علشان يتم إدارته وتشغيله بواسطة جامعة طنطا بعد تراجع التمويل. طبعاً بعد الأخبار السيئة دي في عدد كبير جداً من الفنانين بدأوا في دعم المستشفى، وكان منهم الفنان عمرو يوسف اللي ناشد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بالتبرع لمستشفى سرطان الأطفال 57-357 بعد الأزمة المالية الشديدة اللي تعرضت ليها. كمان اللاعب شيكابالا لاعب الزمالك رفع قميص كتب عليه أنقذوا مستشفى 57-357 خلال مباراة فريقه اليوم. ده غير إن بعد انتشار الأزمة اللي بتعاني منها المستشفى زي البرق بين مستخدمي فيسبوك، بدأ الجمهور يتداول آلاف البوستات والمنشورات اللي بتحمل هاشتاج أنقذوا مستشفى 57-357. وفي النهاية تبرعات المصريين للمستشفى هي الأمل الوحيد اللي هيقدر يخلي 57-357 تكمل مشوارها ورسالتها في تقديم الشفاء لآلاف الأطفال على مستوى مصر. أنقذوا مستشفى 57-357.